يعني ده كان ودي وضع فرصة طبيعي ممكن جدا تبقى جدا. أصعب بعد كده لما تتغير بقى تفاصيل ونظام البطولة وعدد الفرق المشاركة، هيبقى الحال طيب غير. هرد على حضرتك كمحلل ولا كمشجع؟ ده كمشجع الأول. طيب كمشجع، لا انا طبعا هبقى مبسوط جدا 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 ان انا هتفرج على مدارس كتير جدا مختلفه، بطوله فيها 32 طبعا فريق من بيمثلوا كل جميع قارات القارات، العالم. 12 فريق اوروبي اكيد هيبقوا اقوياء. طبعا ده هيبقى تقطيع مش مجرد اقوياء. ده يعني مانشستر سيتي لوحدها كانت عامله ده شغل، وقبل مانشستر منها ريال مدريد في وريال نسخ مدريد سابقه، وتشيلسي، يعني هيبقوا انت كلهم بقى مع بعض. بنفيكا بورتو هتلاقي طبعا فرق، انتر ميلان برضو من المرشحين اللي تواجد. انت بتتكلم على بالميراس، بتتكلم على فلومينينزي، بتتكلم على الاتحاد، اتحاد طبعا جدة، طبعا الهلال، طبعا ورا النادي الاهلي، وهنشوف ده مين احنا اللي كمان هيشارك من سقطنا القارة. برشلونة واحنا بنتكلم على الفرق الإسبانية. يعني لا ده هتبقى بطولة قوية جدا، انت طبعا هتلعب 4 مباريات. اعتقد النادي الاهلي قادر بالمستوى اللي احنا بنشوفه وبالخبرات اللي بيمتلكها الفريق في البطولة دي ومن اللاعبين والجهاز الفني اللي يستحق كل التحية، قادر على تخطي الدور الاول على الاقل لحد ما نشوف بقى مين المنافس. يعني لما يصعد ان شاء الله نشوف بقى مين اللي هينافسه، بس الكلام ده لسه في 2025. 2025 وارد السنه دي الاهلي ان شاء الله يحقق دوري الابطال ويشارك في البطوله الجديده او المستحدثه اللي هي انتر كونتيننتال، بمشاركه بطل دوري ابطال افريقيا وبطل دوري ابطال اسيا، بعكس السابق اللي كان بتبقى ما بين بطل امريكا الجنوبيه وبطل اوروبا فقط. تمام ف دي وجهه نظري كمشجع. حلو. هبقى كمحلل فرحان بقى كمحلل طبعا، فرصه عظيمه جدا 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 ان لاعبي مصر والنادي الاهلي تعرض نفسها بشكل طبعا عالمي في طبعا محفل عالمي بيحصل لاول مره في صحيح التاريخ. فدايما دي حاجه يعني كريدت طبعا كريدت لاسم النادي الاهلي، بيزيد وتخلي من كل لعيب شانته يعني ياكل النجيل بالمعنى الحرفي وهو بالظبط. بيشارك. احنا شفنا في البطوله على مدار اخر 3 بطولات كاس عالم، في لاعبين من النادي الاهلي ما بيكونوش في افضل احوالهم الفنيه زي محمد هاني مثلا، لكن اول ما تقول له كاس عالم بص للانديه فظيع يا اخي فظيع، بتلاقي كارفاخال على كافو بيتحول في كاس على العالم. وعلى فكره نفس الكلام الى حد كبير ينطبق على حسين الشحات، حسين الشحات. يعني تحس ان دي بقى ده ملعبه بقى، كاس العالم دي حتته يعني. المكسب الجديد للكره المصريه وليس للنادي الاهلي فقط، احمد نبيل كوكا في وسط طبعا الملعب ما شاء طبعا الله، لعيب طبعا بروميسنج جدا، لمسته قويه، لعيب في الضغط، لعيب في التحرر، لعيب في التحولات من الدفاع للهجوم، بدا يشارك بشكل كبير جدا، ما بقاش يقتصر دوره دفاعيا فقط ان هو ولا يدافع بس. هاني كمان على فكرة، ولا محمد هاني كمان. لا محمد هاني بيعمل حاجات يعني ما بيعملهاش في الدوري المصري، يعني مع الطبيعي ان يعني مع كل الاحترام والتقدير طبعا للمنافسين او للانديه المصريه، ولكن الطبيعي ان انت المستوى اقل. لكن محمد هاني المونديالي، يعني هو طبعا بيحب اللقب ده، بيحب البطوله دي، صحيح بيحب الاجواء دي جدا، بنشوفه بيعدي من واحد على واحد بشكل سلس جدا، بيعدي بيعمل كورسات زياده هجوميه مستمره، تغطيه دفاعيه هو مميز فيها، فقدم بطوله قويه جدا جدا. علي معلول برضو قدم بطوله قويه جدا جدا. ياسر ابراهيم اللي هو نال شهاده واستحسان جميع مشجعي مصر وليس النادي الاهلي فقط، قدم بطوله انا حتى كتبت ان انا اول مره اشوف اداء فردي للاعب مصري في بطوله واحده بهذا المستوى. يعني على مدار التاريخ طبعا في مدافعين اكفاء، ولكن ياسر قدم في البطوله دي اداء انا ما شفتوش لمدافع بصراحه. يعني اللي احنا بنتكلم عليه ده ان في حالات فرديه ولاعيبه بعينها بتتعملق اكتر ما هي اوريدي عملاقه في بطولات كبيره زي كاس العالم للانديه او مثلا دوري الابطال. نفس الكلام ينطبق على مع الفرق طبعا بشكل جماعي بقى لفريق ريال مدريد لما بيشارك في دوري الابطال، يعني ممكن تلاقيه في الدوري المحلي بعافيه في موسم من المواسم، لكن كالعاده يروح دوري الابطال. الموضوع ايه سر الحكايه دي؟ لا هي مش سر ولا حاجه، بس هي فعلا كده. يعني النادي بس الاهلي فيها برضو استدامه الحكايه دي بتحصل دايما. دي تراكمات وخبرات بيكتسبها الفريق واللاعبين. يعني حضرتك مجرد بس ان مثلا ريال مدريد برضو في الدوري او في الليجا ما بيبقاش احسن حاجه، وتبقى البدايه ممكن تكون متعثره قليلا، طبعا نفس طبعا الوضع مع النادي الاهلي في مرحله المجموعات، بتشوف قطر وضع مختلف قطر بعد كده. في الكلوك اوت بقى مرحله خروج المغلوب. لا ريال مدريد طبعا شخصيه البطل بتظهر، وخلي بالك ان كان في برضو ناس بتتريق على الكلمه دي او بتقول انها جمله مطاطه او كلمه مطاطه، لا في حقيقي في شخصيه فريق بطل، فريق بيقدر ده يكسب. العبارة دي اتقالت على لسان كتير من المعلقين، ولا سيما السعوديين تحديدا لما كانوا بيتابعوا او بيعلقوا على ماتشات الاهلي.